بمقتلها وبأعضائها الحاضرين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش يلقى نظرهم إصدار بيان حول القضية الوطنية الأولى. وهذا يدخله بطبيعة الحال في اختصاصات جمعية المحامين في المغرب التي من بين أهدافها الأساسية الدفاع عن الوحدة الترابية وكذلك يعني إبداء الرأي فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالقضية الوطنية وكذلك القضايا الوطنية بصفة عامة وكانت سياسية واقتصادية واجتماعية. هذا من جهة. من جهة أخرى اعتبرنا بأن المحامي ليس هو ذلك الذي يدخل إلى المحكمة أو الذي يعطي استشارات، وإنما هذاك الفاعل في الحق الوطني، إذ بأنه الشعب المغربي الآن بكل مكوناته وعلى رأسها المحامون مدعوون لمساندة السلطات المختصة والدولة المغربية وعلى رأسها صاحب الجلالة من أجل إبداء الرأي فيما يتعلق بالوحدة الوطنية التي لا يمكن لأي أحد المزايدة عليها. وأعتقد بأنه نحن في مرحلة دقيقة، هذه المرحلة التي تستوجب أيضا أن المحامين وكذلك المهن القضائية والمهن الحرة بصفة عامة يجب أن تكون سباقة إلى التعبير عن مواقف المنتمين إليه. بطبيعة الحال دورنا أيضا هو دور دبلوماسي، ولدينا ندوة دولية يعقدها الاتحاد الدولي للمحامين بفاس أيام 6 و7 من الشهر الجاري، وفي هذه اللقاءات نشرح لأصدقائنا الذين يمثلون كثير من الدول المغاربية وكذلك الدول الأجنبية من مختلف القارات وجهة نظر المحامين حول القضايا التي تهمهم. نشرح لهم ما نعيشه في المغرب حقيقة من تطور إيجابي وما يلاحظونه، وأيضا إذا ما اتحت لنا الفرصة فإننا أيضا نشرح لهم مواقف الشعب المغربي من القضايا الوطنية. لذلك فالمحاماة لها دور إيجابي وقوي وفعال فيما يتعلق بالدبلوماسية الموازية أو دبلوماسية المجتمع المدني بصفة عامة. نتمنى أنه تتح لنا الفرصة أيضا للمشاركة في ندوات رسمية سواء داخلية أو خارجية للترافع من أجل القضية الوطنية.